لا خلي الشعار تعفس عليه دخله داخل دخل دقيقه كيف شنو الخدمه اللي تعبوه. نحن بصدد استقبال شحنه من المواد الغذائيه بالسره الرمضانيه اللي أعطيت عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي بتنسيق مع مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا وبتعاون مع الهلال الأحمر الليبي. نحن لله الحمد الآن نقوم بتوزيع وتنظيم الهيكلية اللي حيكون بها توزيع السلة الرمضانية باستقبال شهر رمضان المبارك بعون الله. أيضا نشكر الجهود اللي نراها هذه الفترة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بما يتعلق بتعاونها بمساعداتها للمجتمع الليبي وبالخص مجتمع فزان، وهذا تعاون جميل وجيد ونحن نكون لها كل الاحترام والتقدير. نتمنى مستقبلا يكون هناك تعاون جيد وحقيقي على الأرض. هي سلة رمضانية متكاملة تضم من حليب وزيت ومواد أساسية كاملة كلها، وإن شاء الله حتكتفي بالجميع لأن قرابة 4000 سلة أو 4000 حكة زيت وزيت طماطم ورز وسباجيت، وبعون الله حيكون في توزيع عادل. ونحن أسر كمجلس شيوخ قبائل الطوارق قمنا بإخراج هيكلية أو لجنة هي اللي حتتابع الموضوع هذا بطريقة المندوبية، وبعون الله ستصل إلى أصحابها.